نعم مشاهدينا، لازلنا مكملين وياكم، حيث جهزت جمعية الفجيرة الخيرية وبالتعاون مع بنك دبي الإسلامي سيارتي النقل، وذلك لنقل كبار المواطنين وأصحاب الهمم ومرضى الفشل الكلوي إلى المستشفيات والمراكز الصحية والعيادات التي يتلقون العلاج فيها، ضمن الجهود والخدمات التي تسعى الجمعية لتطويرها في مساعدة المرضى. تفاصيل أكثر مشاهدينا راح نتكلم عنها مع ضيفنا عبر الهاتف مباشرة، الأستاذ يوسف راشد المرشودي، وهو مدير عام جمعية الفجيرة الخيرية. أهلا وسهلا فيك أستاذ يوسف. أهلا وسهلا أخوي الغالي، كيف الحال؟ الله يسلمك ويا مرحبا بك. بداية يا ريت لو تحدثنا عن هذا التعاون الجميل حقيقة بين جمعية الفجيرة الخيرية وبين بنك دبي الإسلامي في عملية تجهيز السيارتين لنقل المرضى. هو حقيقة ولله الحمد بفضل من الله ومنه، وأيضا دعم بنك دبي الإسلامي، ونتقدم يعني بالشكر والامتنان على العطاء والتعاون اللي دائما يعزز الشراكة الاستراتيجية مع البنك، وأيضا يجسد مبدأ المسؤولية المجتمعية وقيم التكافل الاجتماعي التي يعتز فيها مجتمع الإمارات. والله الحمد جهزت جمعية الفجيرة الخيرية سيارتين لنقل كبار المواطنين وأصحاب الهمم ومرضى الفشل الكلوي إلى المستشفيات والمراكز الصحية، وطبعا العيادات اللي هم يحتاجونها وأي نوع من العلاج داخل وخارج إمارة الفجيرة. يعني الهدف كان منها الرئيسي هو توفير أو نحاول دعم هذه الفئة، لأن أغلب بعض الفئات هذه تحتاج نوع من الخدمات، خصوصا في السيارات المجهزة بالأجهزة الطبية الحديثة، أو خلنا نقول هي سيارة مصغرة من السيارات الإسعافات الأولية التي لا تحتاج أن يكون فيها ممرض، ولكن فيها معدات وأجهزة تساهم على التخفيف من الآلام لأصحاب الفئة هذه. نعم. طيب أستاذ يوسف، أنا ما راح أقول لك هناك هدف، ولكن لابد أن هناك العديد حقيقة من الأهداف لهذه المبادرة الإنسانية، والسؤال هنا ما هي هذه الأهداف وماذا عن دورها أيضا في خدمة المجتمع؟ احنا أمانة هذه تعتبر هي الهدف الرئيسي هو المسؤولية المجتمعية، قيم التكافل الاجتماعي تحثنا على دعم الفئات المجتمعية وحاجة هذه الفئة، ولله الحمد بعد الدراسات والأبحاث اللي احنا عملناها بحيث أن نركز على الفئات، ركزنا على عدة فئات، وكان من ضمن الفئات هذه اللي هم اللي يعانوا من الأمراض وكبار المواطنين وأيضا أصحاب الأمراض خلينا نقول المزمنة اللي تحتاج نوع معين من النقل، وفي بعض الأحيان تعرف هذه الأجهزة أو السيارات اللي يحتاجونها صعب تتوفر عند الأشخاص المعنيين أو يمكن أهل الأسر، فلذلك ارتأينا نحن كجمعية خيرية وبالتعاون مع بنك دبي الإسلام أن يكون لنا دور مجتمعي كبير في دعم هذه الفئة. الهدف الرئيسي هو التخفيف من العبء والآلام سواء كان على المريض وأيضا أهل المريض. نعم الله يشفيهم إن شاء الله. أستاذي الفاضل، يعني هل لك أن تطلعنا أيضا على آلية عمل السيارتين وطريقة التنسيق في نقل المرضى، وكيف سيتم تلقي الطلبات والمواعيد أيضا؟ نعم، نحن راح يكون إن شاء الله في خصص يعني رقم مجاني للتواصل عليه اللي هو 800-8899، وخصص سائقين للسيارات هذه، يتم التنسيق مع الرقم المجاني بتوفير السيارات على حسب الجدول وعلى حسب الحاجة، حتى ونحن إن شاء الله في توسع إن شاء الله، في لو لقينا أن فعلا في حاجة قد يكون أن نقدر نزيد العدد من هذه السيارات، ولكن في الحالي نحن في الوقت الحالي نحاول نشوف مدى الطلب على هذا النوع من السيارات، وأيضا التنسيق مع هذه الفئات بيكون جدا سلس، الرقم المجاني موجود يحدد الوقت والمكان أو الإمارة الدعم اللي يحتاج فيها التوصيل اللي راح يحتاج فيها، يتم توصيله إلى المكان المعين لننتظر لحد ما يخلص العلاج وبعد مرة ثانية يرجع إلى إمارة الفجيرة. نعم. طيب أستاذ يوسف، هل تم تجهيز سيارتين بالأجهزة والمعدات الطبية التي تتناسب أيضا مع الحالات الصحية للمرضى؟ الأجهزة مثل ما ذكرت لك إحنا هاي تعتبر أجهزة لا تحتاج لنفتعر فيها مواصفات معينة، إذا إحنا دخلنا في موضوع الإسعافات الأولية راح تحتاج أجهزة أكسجين وأجهزة نقل الدم، فبالتالي هتحتاج أن يكون في ممرض ومختصين في هذه الآلية، ولكن هذه عبارة عن أجهزة اللي هي
مثل الأسرة، أماكن للكراسي لأصحاب الهمم، في نظام الهيدروليك رفع وإنزال الكرسي، فبالتالي فيها المتطلبات الأساسية للفئة هذه. نعم. طيب ما هي المدن والمناطق التي يشملها هذا المشروع الإنساني؟ نحن طبعا تركيزنا الآن على إمارة الفجيرة، لأن راح تطلع السيارة من إمارة الفجيرة ذهابا وإيابا، فبالتالي راح يكون إن شاء الله تطلع من إمارة الفجيرة ولأي إمارة، سواء كان دبي، أبو ظبي، الشارجة، رأس الخيمة، فبالتالي على حسب موقع المستشفى أو موقع العلاج. نعم. وهل هناك شروط ومعايير للمرضى المستفيدين من هذا المشروع؟ أسأل الله لهم الشفاء التام إن شاء الله. أنا مثل ما قلت، هذا خصص للمحتاجين والأسر المتعففة اللي ما عندها المقدرة أو لا تتوفر عندهم المواصلات، فبالتالي هذه إحنا حددت صراحة للفئة المحتاجة، فئة كبار المواطنين، فئة كبار السن، فئة أيضا كبار خلينا نقول أصحاب الهمم، الأمراض اللي تحتاج مثلا غسيل الكلى، فبالتالي هذه يعني المريض يحتاج يكون في مكان ملائم يستريح فيه لحد ما يوصل إلى المكان هذا. إذا كيف سيتم أو ستقيم جمعية خيرية الفجيرة نجاح هذا المشروع وتأثيره أيضا على المجتمع المحلي؟ وهل هناك مؤشرات حقيقية محددة لقياس مستوى نجاحه؟ لله الحمد، نحن راح يتم عمل نوع من التقييم، سواء كان من المستفيدين، سواء كان من الأجهزة اللي هي التراكنج سيستم اللي نحن جهة التتبع اللي موجودة أيضا على السيارات، فبالتالي راح يعطينا مؤشر، سواء كان المسافات راح يعطينا الحاجة، السرعة، مدى إتقان قيادة السيارة، أيضا مدى راحة الموجود في السيارة المريض أو كبار المواطنين أو أصحاب الهمم، فبالتالي راح يكون نوع من المقاييس حتى نتمكن أو نتأكد أن فعلا قدمنا خدمة 5 نجوم لهذه الفئة. نعم. وأخيرا أستاذ يوسف، هل هناك مشاريع مستقبلية لتطوير هذا المشروع؟ والله ولله الحمد، نحن دائما نحاول أن نتميز بالخدمات ونتميز بالمبادرات، وفعلا إن شاء الله في القريب العاجل راح يتم إن شاء الله إطلاق عدة مبادرات مجتمعية أيضا، وأيضا استقطاب العدد الكبير من المتطوعين في عدة تخصصات لكي يكونوا مساهمين في الخدمة المجتمعية وتقديم الأفضل في دعم مجتمع دولة الإمارات الحبيبة. نعم. طبعا كل الشكر لكم على هذه الجهود الكبيرة في جمعية الفجيرة الخيرية. الأستاذ يوسف راشد مرشودي، مدير عام جمعية الفجيرة الخيرية، شكرا جزيلا لك سيدي الفاضل على هذه المداخلة. شكرا. شكرا طالما. شكرا. بالتوفيق. يا مرحبا.